أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق فهدى الأمة وكشف القمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته وهدى بهديه وعلينا معه برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل امتثالا لأمر الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون جعلنا الله وإياكم من المتقين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه إن شاء الله تبارك وتعالى في هذا الوقت الذي أراده الله لنا أن نكون في هذا الذكر الحكيم في هذا المكان الطيب أود أن أركز عن موضوع مهم وهو سعادة المؤمن سعادة المؤمن الله سبحانه وتعالى خلقنا ويريد لنا السعادة الله سبحانه وتعالى فرض لنا العبادات وطلب مننا أن نؤمن بالألوهية والربوبية نؤمن بالألوهية بمعنى أن نقف عند حدوده ونأتمر بأوامره ونؤمن بالربوبية بمعنى أن نؤدي الفرائض التي كتبها الله لنا والله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي يا عبدي خلقت لك كل شيء فلا تدعه وخلقتك لي فلا تلعب يا عبدي خلقت كل شيء لك فلا تدعه تجلس ما تدعب شديد كل شيء عندك وكل شيء مكتوب لا تركز الدنيا وخلقتك لي لا تلعب لا تتركني وتترك عبادتك لي وعبوديتك وإيمانك بألوهيتي وإيمانك بربوبيتي وتسحب عني وتنشغل بأشياء فما هي النتيجة ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا
والله سبحانه وتعالى لا يريد لنا معيشة ضنكا، الله سبحانه وتعالى يريد لنا سعادة في هذه الحياة، حتى العبادات التي نؤديها سعادة. لماذا؟ الصلوات الخمسة، الصلاة هو اتماع بالله سبحانه وتعالى. اليوم إذا أردت أن تغادر الرئيس ترامب قد يكون من المستحيل، تمشي تقابله شخصيا قد يكون من المستحيل، وما هو ترامب إلا عبد وخلق من خلق الله، هو الذي يحدد بعد أن طلبته أن يسمح لك بالمقابلة وقد يرفض. ولكن عندما نأتي إلى الصلاة أنت الذي تحدد الاتماع بالله سبحانه وتعالى، ولله المثل الأعلى، أنت الذي تحدد هذا الاجتماع، وأنت الذي تحدد متى يكون هذا الاجتماع وكيف ومدى وكم طول هذا الاجتماع، وإذا تريد أن تجتمع به في كل لحظة فهو لك سبحانه وتعالى. فيريد مننا أن نسعد في هذه الحياة، ولذلك سيدنا سليمان على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، مع أنه انظر إلى ملك سليمان، سيدنا سليمان في يوم من الأيام قال إني ملك لا يساوي شيء، ملك كان يأمر الريح، من الذي عنده هذه القوة اليوم؟ قال هذا بالنسبة لي لا شيء، شيء أفضل من هذا وهو ذكر الله سبحانه وتعالى، أن تكون في ذكر الله أناء الليل وأطراف النهار، بمعنى الذكر أنت تملك شيء أفضل من ملك سليمان. لماذا؟ لأن ملك سليمان زائل وزال، هل موجود سليمان اليوم؟ غير موجود، أين ملكه؟ غير موجود، ولكن ذكر الله موجود، كما قال أبونا إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام عندما التقى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج بأبينا إبراهيم، قال له يا محمد بلغ أمتي مني السلام وأبلغهم بأن الجنة قيعانها سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قيعان الجنة يا محمد من أمتك عندما يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فهي موجودة كشجيرات تنمو لك في الجنة، ولذلك هذه سعادة أنت تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، الله سبحانه وتعالى وفقك من كل هذا الخلق بليونز أند بليونز أن تذكره، ثم إذا ذكرته قرس لك في الجنة قيعان من هذا الذكر، وينمو 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 حتى إذا أكرمك الله بدخول الجنة تجد هذه الأشجار في الجنة. ما هذه يا ربنا؟ هذا سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذه هي السعادة، وليست السعادة في جمع المال، وليست السعادة بكمية الأموال الموجودة، وليست السعادة بالتجارة، وليست السعادة بالمرأة الجميلة، وليست السعادة بأي شيء. أن تكون مع الله. أنا عند ظن عبدي إذا ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، إذا ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. هذا هو الذكر وهذا هو السعادة. الصلاة اجتماع مع الله سبحانه وتعالى، وما القرض من الصلاة إلا ذكر الله،
واغني الصلاه لذكري. احنا نصلي ونصلي، لماذا نصلي؟ نصلي عشان نذكر الله ونجتمع معه كل يوم في الصلاه الفرديه 17 مره 17 ركعه ونناجيه ونتقرب اليه ونقدم المقدمات كما في سوره الفاتحه، ثم نركز في نهايه هذه السوره التي هي اجباريه، سوره الفاتحه التي لم تقراها في صلاتك ليس لك لها صلاه. واذا قرات سوره الفاتحه فقط في صلاتك صلاتك كامله، لان الرسول صلى الله عليه وسلم سماها الكافيه، تكفيك عن الايات. ولكن انظر الى سوره الفاتحه، الله سبحانه وتعالى يريد منا كما نص هذه في سوره الفاتحه ان نفتتح المناجاه الحمد لله رب العالمين، نشكره الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، ذكرناه بافضل المسميات افضل الاسماء الحسنى، الرحمن الرحيم مالك ملك، اسمه صفات من أسماء الله سبحانه وتعالى، مالك يوم الدين. بعد هذه المقدمات ومناجاته بالأسماء الحسنى لبيته في النيم نسأله الهداية، ثبتنا على الصراط المستقيم 17 مرة، ولا تجعلنا مع الذين ضلوا، ولا تجعلنا مع الذين هم النصارى أو اليهود، وإنما ثبتنا في هذا خط المستقبل. هذه أيضا سعادة أن يوفق الله عبده كي يقف أمامه. الصيام للصائم فرحة عند فطره. هل الله سبحانه وتعالى شرع لنا الصيام عشان يعذبنا؟ يمنع منا الأكل والشراب أطراف النهار حتى إنه ينتقم منا؟ لا، حتى يعطيك فرحة. للصائم فرحة عند فطره، وهذه الفرحة سعادة. الله سبحانه وتعالى شرع عبادات عشان تكون عندنا نوع من السعادة في هذه الحياة. الوضوء سعادة، تتوضأ بالماء البارد، الشيطان ليس له مجرى في الدم. تبعث أمتي قرا محجلين يوم القيامة، سعادة. ما من أحد منا يوم القيامة إلا يتمنى أن يكون منا نحن المسلمين، سعادة. الصيام أيضا فرحة عند لقاء الله سبحانه وتعالى. للصائم فرحتان، فرحة عند فطري وفرحة عند لقائه. هذا اللقاء، هذه السعادة التي توجها الله بفتح باب الريان، تفتح الملائكة باب الريان وتنادي أيها الصائمون، حتى إذا دخل آخر صائم أغلق الباب. سعادة، happiness. العبادة سعادة. لمن هذه السعادة؟ إن الذين آمنوا ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. الله أكبر. إن الذين آمنوا ثم استقاموا، آمنت بالله ثم استقمت، آمنت بالألوهية، وقفت عند حدود الله، ابتثلت بأوامره، آمنت بالربوبية، قمت بما طلب منك الله، صيام وصلاة وزكاة،
أنت مستقيم. آمنت ثم استقيم. تتنزل عليهم الملائكة. الملائكة تتنزل متى؟ في ليلة القدر. متى تحدث ليلة القدر؟ مرة في السنة لمن كان له حظ وافر. جاء القرآن إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة تاء واحدة. تنزل الملائكة تاء واحدة. إن الذين استقاموا إن الذين آمنوا ثم استقاموا تتنزل عليهم توتا. تتنزل عليهم الملائكة تاء واحدة كل سنة في ليلة القدر. وأنت صائم قائم تتنزل الملائكة كل لحظة وأنت مؤمن ومستقيم إلى الله سبحانه وتعالى. الخير فين؟ الخير في الإيمان بالله والاستقامة. إن الذين آمنوا ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ملائكتين. تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. لا خوف عليكم. Don't worry. Be happy. Happiness. سعادة. الملائكة تجي بالسعادة. تبشر بالسعادة. إن الذين آمنوا ثم استقاموا تتنزل عليهم في كل لحظة. في صلاة الفجر، في صلاة الظهر، في صلاة الجمعة، في أي وقت. في إنفاق الصدقات، في الزكاة، في الحج، في العمرة. على طول ما هذا الإنسان هو مستقيم إن الله لا يخلف الميعاد. تتنزل عليهم الملائكة. Don't worry. Be happy. ألا تخافوا ولا تحزنوا. ما في مشكلة لا في الدنيا ولا في الآخرة. Guaranteed. Gold standard. Guaranteed. ما في fake. تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. وأبشروا. ما معنى بشرى؟ Good news. سعادة. Good news. الله سبحانه وتعالى يرسل لك أخبار سارة. مع من؟ مع الملائكة. إن الذين آمنوا ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. وأبشروا بالجنة. أبشر. يقول له أنت الجنة مع الرسول صلى الله عليه وسلم، مع النبيين، مع الصديقين، مع الشهداء، مع الصالحين، وحسن أولئك رفيقا. Don't worry. As long as you keep firm. وما تزحزحتها. ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Now it's time to go to الجنة. أن تدخل الجنة. وبشروهم في هذه الدنيا قبل ما يتوفى. ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الله سبحانه وتعالى كفيل بأنه يأخذ كل شيء عندك. ولذلك في الحديث القدسي يا عبدي خلقت لك كل شيء فلا تلعب. ما تدعم، ما تمشي تقتل نفسك، تضيع وقتك، تضيع الصلوات، تضيع الطاعات، تكون بعيدا من ذكر الله، تكون بعيدا من الله، لا تتحصل على أي شيء. وخلقتك لي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما عايز منك أي حاجة غير أنك تعبد الله. تعبد الله أن تكون في ذكر الله دائما. والذكر ليس هي المصفعة ولا هذاك الجهاز تم إعداده من شركة يابانية. الله 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 الله. وهذيك الحرمة ماشية. الله الله
هذا شخص يعمل قطيع. الله الله الله. هذا أنا عارفه هذا. لا لا لا. هذا ليس الذكر. الذكر أن تستحضر سبحانه وتعالى. أن تكون مع الله. الذكر أن تصل إلى درجة الإحسان. تعبد الله كأنك تراه. فإن لم تراه فإنه يراك. هذا هو الذكر. ولو الذكر بدأ باللسان سوف يتطور. سوف يتطور. يؤثر في القلب تدريجيا. يؤثر في القلب تدريجيا. ينظف هذا القلب. وتراه في وجهك. تراه في أمورك الدنيوية. ثم إذا نظف القلب القلب يسيطر على الجوارح حتى العين عندما ترى هذه الحرمة وهو كان الله 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 الآن هو تغير الله 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 أنا في ذكر لا أنظر إلى هذا الحرام وأنا في ذكر لا أسمع هذه القطيعة لأنه آكل في لحم أخي وأنا في ذكر لا أذهب إلى هذا المكان الذي لا أريد أن يراني الله في هذا المكان وأنا في ذكر أمسي إلى هذا الاتجاه الذي أحب الله أن يراني فيه كم منا من المسلمين الآن في هذه اللحظة لا يصلون الجمعة وبعضهم من طلع بقرار كده من نفسه قال لك الجمعة ذات أنت في أمريكا إذا نهفت خلاص هو بقى مشرع بقى إله لا يؤمن بالإلهية بالألوهية ولا يؤمن بالربوبية. ما هؤلاء الذين تنزل عليهم الشياطين؟ الإنسان إما تتنزل عليهم الملائكة أو تتنزل عليه الشياطين. There is no third. ما في ذلك. نيمس إنسان يكون مؤمن مستقيم في عباداته تتنزل عليه الملائكة حتى إذا جاء الموت هو جاهز ما يخاف من الموت أقول قول هذا واستغفر الله العظيم ولهم يستغفروا أنه ورد الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا من الذي يخاف من الموت الموت هي ظاهرة صحية وهي جزء قليل من الحياة ولكن الحياة هي العمر والذي يخاف من الموت يكون غير جاهز ولكن الذي يكون مستقيما مؤمنا بالله يكون مستعدا للموت يقول في أي لحظة الموت هي جمال المشكلة بعض الناس خوف من الموت يستيقظ بالليل يكون قلق حرمة تسأل ولا أخوه يسأل ولا الرومات يسأل مالك يا أخي والله أنا خايف أموت يا أخي خايف أموت لماذا أنت تخاف من الموت لأن هذا القلب غير مطمئن غير مطمئن القلب لما يكون مطمئن وصل ولكن القلب لما يكون أو النفس أو القلب لما تكون في مرحلة الأمارة بالسوء أو اللوامة هي غير مستقرة غير مطمئنة غير سعيدة فيها نوع من القلق يخاف يقوم من بالليل يستيقظ ما في سعادة في هذا الشخص هنالك علة هنالك مرض يا أيتها النفس المطمئنة النفس المطمئنة هي النفس التي إذا ذكرت الله ولكن النفس الخبيثة إذا ذكرت الله قلب مغلق كيف يدخله شيء كوز منكس كيف يأخذ ماء عندما يكون هذا الكوز مفتوح أو الكوب أو هذا الإناء يأخذ الماء
تتركه في الخارج ينزل المطر يمتلئ، ولكن إذا نظرت أمطار السماوات والأرض كلها وهو منكس لا يأكل شيء. فما في إيمان بالله وما في استقامة، فهو بعيد، تأتي الشياطين وتمسح من حوله، تطبطب عليه، خليك نائما، تدعوه إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير. ولكن النفس الحية، النفس المؤمنة، النفس المطمئنة هي غيرها. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. هذا الذي يأتي عليه الشيطان بالخواطر وهو في ذكر لا يلعب به الشيطان. إن الذين اتقوا، هذا رجل تقي، مرأة تقية، ولكن يأتي الشيطان بخواطر. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان، روح أعمل هذا، وقف هذا الذكر، أنت ما ذكرت الذكر ما كفاية، خلاص يا الشيطان، قال له امشي أعمل هذا الفعل، تذكروا وإذا هم مبصرون. ترك هذا المكان، نزل من السيارة، خرج من البيت، دخل ويتوضأ، صلى، وهو الآن في أمان. أما الذي قلبه غير مطمئن ويرتكب هذا ويرتكب ويرتكب، ربما ارتكاب ذنب يرد العبد إلى الله، ربما عبد يرتكب ذنب ثم يتوب ويرجع إلى الله، يكون هذا الذنب هو سبب للتوبة. هذا وصلوا وسلموا على إمام المرسلين وقائد الغر المحجلين كما أمركم الله في محكم التنزيل. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا جمعا هذا جمعا مرحوما، تفرغنا من بعده تفرغا معصوما، ولا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما ولا مقدرا عليه في الرزق يا أرحم الراحمين. وقوم إلى صلاتكم يرحمنا ويرحمكم الله. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. الله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. لإلاف قريش، إلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Please do not forget to donate generously to your center.
خلينا نخش عليه ونشوف البرنامج فين. انا حصل لك المعلومه وكل وش نفس البرنامج وانا عندي الجواب والورقه عندي. حصل لك ماشي يا ابو ربنا يكرمك ان شاء الله.